وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد التحية، يعني إلى أي مدى ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وما هي أبرز أعمال التطوير التي شهدتها قرى المبادرة؟ مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بداية يعني بتمنى يعني عام كله رخاء وتنمية، عام 24 لكل المصريين وكل العالم العربي والإسلامي. الحقيقة احنا النهاردة واحنا بنقف يعني نظرة تقييم لما أنجز في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتأكيد يعني في مشاهد بعينها دايما بتبقى ملفتة. أولا حجم ما أنجز على الأرض باعتباره منجز غير مسبوق على الإطلاق، مش بس في مصر، الحقيقة يمكن تقريبا على مستوى العالم ما فيش مبادرة يعني بتنطلق لتنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج وبتنجز حجم ما أنجز. طيب لو وقفنا كمان عند نوعية المنجز نفسه، بالنسبة لنا الحقيقة وإحنا بنشتغل في العمل الأهلي التنموي دايما بيبقى لو نازلين بنقدم خدمات تنموية زي تقديم مساعدات عينية على سبيل المثال، زي خدمات طبية، زي إعادة إعمار منازل، دايما بنبص نتلاقى ان احنا ينقص المكان اللي احنا بنقدم فيه الخدمه خدمات اخرى. لو بنقدم مساعدات يبقى عنا دايما ان احنا نقدم خدمات طبيه، لو بنقدم تنميه عنا دايما يبقى على الشكل الاغاثي. لكن لما نتلاقى ان احنا واحنا بنقدم المساعدات الدوله كدوله بترفع معانا البنيه الاساسيه، القطاع الخاص بيساعد، الاجهزه يعني كل مكونات الدوله المصريه بتتعاون للارتقاء بالقرى اللي اشد احتياج، بالتاكيد هنا بعتذر، بالتاكيد هنا المنجز هيكون مختلف. لو بدانا باعاده الاعمار للمنازل باعتبار انه ده شق بيشغل كل المهتمين بالعمل الاهلي التنموي، فكان المبادره انجزت فيه الكثير والكثير. لو كمان يعني اخذنا بعين الاعتبار حجم ما أنجز من منشآت خدمية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فده كمان يعني رقم الحقيقة يعني نقف ليه إعزاز وتقدير لحجمه ونوعيته. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفصلة. شكرا لك الأستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.